وقع الاختيار على الأخت هدى الباصري رئيس قسم التسجيل حاليا أو تقوم مهام رئيس قسم التسجيل حاليا كموظف الشهر في إدارة التسجيل، وذلك لعدة أسباب. من أهم الأسباب طبعا خبرة الأخت هدى الطويلة في مجال تسجيل الشركات والمؤسسات والوكالات، ومهاراتها اللي تميز فيها كمهارات قيادية وسمات شخصية عندها هي كموظف متميز بإدارة السجل. أنا بالنسبة لي أشوف الأخت هدى طبعا تعتبر بالنسبة لي قدوة ممكن يقتدي بها جميع الموظفين. تمنياتي للأخت هدى التوفيق والنجاح، وكذلك لجميع موظفي إدارة السجل التجاري، وبحكم أنهم الجميع هم موظفين متميزين، وإن شاء الله نشوف لهم أثر طيب في المستقبل. طبعا الأستاذ هدى البصري غنية عن التعريف، نهنيها وعلى هالتكريم الطيب، وهي تستاهله، وجهودها دائما تكون باينة في الإدارة على مستوى الوزارة وعلى مستوى الإدارة بشكل أخص، وما شاء الله هي عندها روح التعاون وتساعد الكل من مراجعين ومستثمرين ومن الموظفين اللي تحتها، وحتى كل اللي في إدارة التسجيل وفي الوزارة. وطبعا هاي التكريم نعتبره بحد ذاته انه تكريم حق الإدارة. في البداية أحب أهني الأخت هدى البصري وأتقدم لها بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على موظف الشهر. فلم تتوانى يوم أنها تقدم المساعدة أو المشورة لجميع من حولها، فهي خير مثال يقتدى به في الاجتهاد والمثابرة والتعاون. أتمنى لها مزيد من التقدم والازدهار والعلو والصحة والسلامة، وأقول لها هدى استمري على هذا النهج. الأخت هدى من الرؤساء الكفؤ المتميزين، لها قدرة استثنائية في التخطيط والتنظيم، وهذا الشيء ساعدنا كإدارة تسجيل في أن نحقق أهدافنا بكل كفاءة وفعالية. أتمنى لها كل التوفيق ومنها لأعلى المراتب إن شاء الله. في البداية أحب أبارك للأستاذة هدى على حصولها على لقب موظف الشهر. الأستاذة هدى هي أحد أعمدة إدارة التسجيل وتتميز في عملها. الأستاذة هدى عندها خبرة كبيرة وكلنا نرجع لها ونستفيد منها. ختاماً أحب أهني الأستاذة هدى مرة ثانية على حصولها على موظف الشهر، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. أول شيء أبارك حق الأخت هدى استحقاقها وحصولها على موظف الشهر. هالموضوع يعني ماية من فراغ. هي هدى من الأشخاص اللي أنا اشتغلت وياهم من أول ما توظفت في الوزارة، ما شاء الله عليها من الأشخاص اللي تشع طاقة إيجابية وتساند زملائها الموظفين وتدير فرق العمل باحترافية تامة. استحقاقها لهذه الفوز نفس ما قلنا ماية من فراغ، وإنما ماية من اجتهاد ودعمها الموظفين. طبعا في البداية أحب أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة، مبادرة تكريم موظف الشهر، وجزيل الشكر لمدير إدارة التسجيل بدر السعد لثقته وترشيح موظف الشهر لشهر يونيو. هذا التكريم والذي يعني لي الكثير ويحملني المزيد من المسؤولية في نفس الوقت بمثابة فخر واعتزاز وحافز للاستمرار في تقديم الأفضل. في الواقع هو تكريم جميع الزملاء والزميلات في إدارة التسجيل والإدارات الأخرى اللي هم سبب وجودي هنا اليوم، ومنهجنا القائم على روح العمل كفريق واحد. شكرا للجميع، على أمل أن نكون دائما على حسن الظن، محافظين على روح العمل الجماعي لتحقيق كل ما نرجو ونأمل تحقيقه.